طمطم، ما الذي حدث؟ استيقظ يا أمي، أنا خائف. ماذا؟ طمطم، ماذا بك؟ لماذا كل هذه الضجة؟ ها؟ اهدأ، ما هذا؟ انتبه، ما هذا؟ ها هم، ابق حيث أنت يا طمطم، لا أحد يتحرك من مكانه. والآن فلنرى ما يحدث. إن البقبق كله هنا. كفاك هذا، كفاك. كفاك هذا، ما الذي تفعله؟ اخرجوا من هنا، اخرجوا. اخرجوا من هنا حالا، اخرجوا، اخرجوا. هيا هيا هيا، ابتعد 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 ابتعد. ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ ماذا تفعلون ببيتي؟ اخرجوا! إنكم لا 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 لا، اتركوا هذا لي، إنها مؤلفات الغالية الثمينة. لا تلمسوا هذا، كفوا عن هذا. أيها اللصوص، لقد أصبح البطبق لصوصا. النجدة. هيا نهرب يا أبي، سأدق رخوص الخطر. أيها الناس، يا قوم، هل يرضيكم أن يهاجم البقبق بيتي؟ لقد حطم لي 500 كتاب حجري من كتب الثمينة، فماذا ستفعلون؟ ماذا؟ لقد سرقوا الأواني من بيتي. إن الأواني تعتبر شيئا تافها إذا ما قورنت بكتب الثمينة. الأواني التي سرقوها أغلى بكثير من ألواحك الحجرية. كتبي أثمن. يا أبا الحريف، ليس هذا وقت الجدل، ليس لدينا وقت نضيعه. وكتب الضائعة، أيوجد بين كتبك شيء عن الأعداد الكبيرة من البكبك؟ كلا إطلاقا، لم يسبق لي أن قرأت أو سمعت أو شاهدت مثل هذا أبدا. وما السبب؟ أنا لا أعرف، ولا أحد غيري يعرف سببا لهذا. كل ما أستطيع قوله هو أن البكبك قد أصيب بلوثة في عقله، فكيف نتركهم يفعلون بنا هذا دون أن نعاقبهم؟ فهل تساعدونني يا قوم؟ مرافقون. أبي، هل ستكون من بينهم وتخرج لمعاقبة البكبك؟ ليس أمامي خيار، لقد تصرفوا بطريقة مزعجة. وهل ستقبض عليهم وتصنع من فرائهم شحن؟ هذا ليس مهما، المهم ألا نتركهم هكذا. طمطم، هل ستأتي معنا؟ هل ستأتي معنا للمعاقبة بغبك؟ لا أستطيع لأنهم أصدقائي. ولكنهم يستحقون ما سنفعله بهم، لقد قاموا بإتلاف بيتنا، سوف ترى من منا سيتمكن من اصطياد أكبر عدد منهم. أنا مستعدة وسأذهب معك. هيا هيا بنا، سأصطاد الكثير منها.
لماذا لا تذهب معهم حتى لا اتهموك بأنك خائف من البكبك؟ أشعر برهق شديد، تفككت تفاصيلي. أتذهب معنا؟ أنا لا أستطيع أن أتحرك ولا أستطيع أن أقاوم هذا البكبك. اذهبوا أنتم أيها الفتيان، انتقموني. لابد أن نلحق بهم. انظروا، فلنذهب في هذا الاتجاه. هيا، ها هم كلهم هناك. لا تدعوهم يهربون. هيا انتظروا انتظروا. رأسي تؤلمني. أخذوا رمحك. ماذا حدث؟ لقد استولى البكبك على رمح هارون. كفاكم هذا وكفوا عن الضحك. سأقوم باصطيادهم لأنتقم لنفسي. في أي اتجاه ذهبوا؟ لا أسمع لهم صوتا. ربما اختبأوا وسوف يهاجموننا فجأة. لابد من اصطيادهم لأنتقم منهم. يبدو أن هارون سائر جدا لأنهم أخذوا رمحه. إنهم في مكان قريب من هنا. أريد أن أعود إلى البيت فإني خائفة يا هارون. لابد أن أستعيد رمحي الذي استولوا علي. لقد استولوا علي لأنك لن تكن مستعدا لهم. ماذا تقول؟ سوف أسرد روحي. انتظروا. تمتم. لا أقر لهم إني خائفة. لقد اغتابوا. إنها عدد كبيرة من البكبك. ماذا سيفعلون؟ انظر هناك، يبدو أن هناك شيئا سيحدث.
هيومن هيومن. هيا بنا نذهب من هنا. هيا هيا تذهبون. زائرون. ما هذا النوع؟ هل هو من البكبك؟ إنه يتكلم معنا. نعم إني أتكلم معكم. هل تستطيع الكلام وتخبرنا بما يحدث؟ إذا أخبرنا عما يحدث الآن. إنها ستكون حربا مثيرة أيها الزائرون. ماذا تقول؟ إن الحرب شيء مثير. تتكلم عن الحرب؟ نعم إن الحرب ستشتعل. أليس عندك علم بها؟ إن الناس لا يعرفون عنها شيئا. إنهم من طراز قديم. نحن لسنا من طراز قديم. إذا تعالوا معي وسوف أريكم. هل ستكون بينكم وبينهم حرب؟ ألا تهتموا بما سيحدث من خسائر؟ سوف ترى. هذا ما استولوا عليه من قريتنا. إنما يحدث شيء مضحك جدا. ماذا تفعل؟ سنسجل هذا. فيجب على الأجيال التي ستأتي بعدنا أن تعرف كل الظروف. ومن يكون هؤلاء الذين تغطي الأشواك وأجسامهم؟ جاءوا من بلاد الشمال. ولكنهم من نفس جنس البقبق. إنهم أعداء. أعداء؟ إنهم في غاية القوة ويطلق عليهم اسم بونجز. بونجز؟ لا يمكن أن ننهزم. وما الذي يحدث لو هزمتم؟ في هذه الحالة نرحل من هذا المكان ويعيش هنا البونجز. إذا عليكم أن تطاردوه. لا بد من الحرب. وإذا كسبتم؟ تنتهي الحرب. إنها كتب أبي العريف. إن أبا العريف سيصوب بالإغماء إذا رأى هذا. أبا العريف؟ إنه رجل عجوز من قريتنا يعرف الكثير ولدي عدد كبير من الكتب الحجرية. تعني أن كل هذه الكتب من عندي؟ هذا صحيح، لقد أخذتم منه الكثير من الكتب. هذا شيء لا أرضى عنه ويجب أن أطلب منه الصفر. أنا لا أفهم شيئا. جهزت على. ما الذي كتب علي؟ اقرأ أنت. والآن على كل واحد أن يصفح حسابه مع الآخر، والمنتصر سيبقى والمهزوم سيبقى، بهذا يصفح الحساب وتنتهي الحرب. فقد فهمت الآن. اخفز عليا واعبر. إنه رمحي أيها الخطاب. إنه رمحي أنا. أعده إلي. أعده. هارون اتركوه اتركوه. هارون Oh!
هات يدك يا طمطم. خذ. لقد خرجنا أخيرا. الحمد لله. طمطم 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 استيقظ يا بني. طمطم لقد تنبه الآن. استيقظ يا بني، لقد انزعجنا عليك. أين أنا؟ أثق يا ولدي الحبيب. أمي النهارون قد استرد رمحا وظلوا يطاردوننا طوال الوقت. يا أمي طمطم، لقد كان حلما. ليس حلما، إنه حقيقي. لقد ذهبنا إلى بلاد البقبق. انسى كل شيء عن البقبق الآن، لقد رحلوا جميعا وسوف لا يرتكبون مثل هذه الحماقات لفترة من الوقت. هيا بنا لنعود إلى البيت. ها، لابد أن نستريح قليلا. ما هذا؟ إنه حيوان بقبق أبيض اللون قد أعطاه لي وقال إنه اعتذار مقدم لأبي العريف. هل هذا لي شيء عجيب؟ به كتابة ما عساه أن يكون. سأقرأ ما كتب فيه. حقيقي يا أبي، لقد رأينا كل شيء عندما كان يحدث. لقد كان البقبق يقوم بشيء يطلقون عليه الحرب، الحرب مع البونجز، هؤلاء الذين أتوا من الشمال. لقد قاموا بأعمال غريبة لم أرى مثلها في حياتي، وكان زعيمهم يسجل كل ما يقومون به. الحق بنا. وهكذا أنتم دائما. طمطم مرفان، إنك أحضرت هدية قيمة لأبي، ينبغي عليك أن تفخر بإحضار هذا الكتاب. أجل، هذا ما حدث. لقد كان في غاية من السعادة وهو يقرأه يا طمطم، وقال عنه إنه تاريخ مسجل عن البقبق. إن البقبق جاء إلى القرية منذ مدة طويلة جدا. لقد كان هناك ملك لهم ومعه خدمه، ثم جاءت جماعة من الشمال لها أشواك. جاءت هذه الجماعة مرة لتحارب منذ 100 سنة من أجل الاستيلاء على هذا المكان، ولكنهم فشلوا وعادوا منهزمين. أبي يقول هذا ولكني غير مقتنع. هل كنت في الحرب مع البقبق؟ هل يمكنك أن تأتي معي لتخبرهم بأنكم انتصرتم في الحرب؟ حتى أنت لو كنت تحضر معي لتخبرهم فربما يصدقونني. إيه طمطم؟ ها؟ أسرع يا طمطم، تعال لتلعب معنا. هيا.